السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخيرات. لقطة مباشرة من جبال القوقاز في دولة جورجيا، اليوم 18 من شهر ذي الحجة. مناظر خلابة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اليوم ما شاء الله تبارك الله. الآن على طريق القوقاز. ما شاء الله تبارك الله على طريق القوقاز. مكان التزلج. وهذه فنادق. وش رايك؟ هنا مكان المظلات الباراشوت ب 300 لاري. شباب الان عند الخرفان ما شاء الله تبارك الله. عايزك عايز تغير؟ تم شراء الخروف ب 500. Thank you.
كله كرشة نبغاها. ما شاء الله تبارك الله. من الفعاليات في القوقاز ركوب الخيل. هيا نقطة مباشرة من جبال القوقاز. ما شاء الله تبارك الله الخرفان الشوي هنا الأمور طيبة. ما شاء الله تبارك الله على جبال القوقاز. الله يجعلنا